يو 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 حبايبي كرام مثل ما انتم شايفين يا اساطير مثل ما وعدتكم دائما ودائما شباب نزلت له احداث الاول باول يا اساطير. قبل ما نبلش هذا مع حبايبي كرام تسلم صراحه حبيبي محمد عليه الصلاه والسلام شباب نبلش شباب ونبلش ونشوف شو راح ينزل شباب خلينا ندخل ونشوف انت معنا ويلي وو اوكي اوكي كوبوي مع الكوبوي مع كوبوي نايس حلو اوكي هتشوف السكين من قريب طبعا ده سكين بين شباب بس يعني الصراحة يعني والله ما اشبه شيء حلو يعني اتس اوكي والله حبايبي نقول بسم الله الرحمن الرحيم شباب ونحاول نحصل على هذا السكين شباب لعينكم لعين البلد هذا سكين لعين البلد شباب شباب والله الصراحة يعني مرات بقول يعني بدي احاول يعني اني حاول ابلش العب بسكنات بنات شباب بس يعني كل مره بنسى وما بعمل حبيبي اوه حصلت على سكين هذا ما كان عندي الظاهر حلو يلا 10 سكين ثاني شيء ما خلصت الا تسكوا يا بني انت مانو انت مانو ويلي 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 شباب صدقوني شباب خايف انه يروحوا كل البطاقة صراحه يعني انت مانو ابلع يا اخي تعال الاسكين يا اخي بدي الاسكين خلص يعني شو شباب صحيح يعني لازم يطلع لي شباب لازم يطلع لي الان شباب يعني والله بليز يعني والله يعني والله هيك شعارات اورانج ما اورانج وكوبوي ما كوبي يعني شيء يلا برو يلا هاي المره ان شاء الله هذا هو هذا هو يا اساطير انت ايوه 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 اوه جتني باقه ماكسيم هاي كنت بدي اياها سوري شباب الباقة والله كنت بدي اجيبها شباب لانه كان فيها جاكيت اسطوري فيها حلو خلينا افرجيكم مشان باقة ماكسيم الصراحة شباب يعني هاي الباقة يعني حلوة كتير ما عندي اياها كنت هذا الجاكيت شباب ما كان عندي جاكيت من قبل هات شوف لا والله كان عندي وات 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 كيف هيك يا اخي غريبة شباب اقسم بالله غريبة اوكي اني واي ظهر رمضان اثر علي شباب يلا نكمل حبايبي هذا هو ان شاء الله يلا 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 يا شباب شباب شو هيك يا شباب شوفوا 99 الحظ يعني لازم الان يطلع لي شباب 120 بطاقه شباب ما اعرف كم صرفت ويلي 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 مجتهد مره يطلع لي شي دايموند من دايموند رويال انت واخيرا عرفت عرفت حلو 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 والله شي كوبوي مع كوبوي واشياء باللوز اللوز معلم كميل جدا نعمل الاوبننج نفتح الاوبن اوبن نفتحه شباب طبعا هذا شباب السكين يعني خلينا ناخذ شخصيه كيلي كيلي شباب ندخل نجربه شباب نجرب ابو السكين الجديد everybody هات نشوف والله الصراحة يعني حتى مع القناع الفاير باس طالع حلو، طبعا شباب هذا السكين شباب يعني هذا الفيديو يعني بين قوسين يعني للبنات لأنه كثير بالبنات شباب بعثوا لي بكتبوا بالتعليقات وكثير بعثوا رسائل بيقولوا يعني ليش عليكم دائما يعني باللايف كل شيء دائما عليكم ليش ما تنزل أحداث للبنات؟ نزلنا لايك شباب رح ننزل اوكي خلينا ندخل شباب نجرب السكين يلا ندخل نشوف السكين شباب باللعب والله يعني شكل السكين شباب في هون ساعة على الخصر والشعلات نار من تحت يعني عم يحترق الجاكيت بس ما بعرف ليش الجاكيت يعني كيف يحترق وما يعني لازم يحترق يعني لازم يحترق شعرات او ما اعرف فهمتوا علي نو وات دو يو ثينك اوكي هذا هو السكين شباب اوكي هذا هو سكين البنت الجديد يا كميل يا جميلات يا جميلات ثواني شوي رح فرد شوف شوف بدي اعطي فرصه بدي اعطي فرصه اوكي تعرف شو خلينا ناخذ الشوت جن الطويل هات شوف شوت جن طويل تمانو خلينا ناخذ شوت جن خلينا نلعب بالشوت جن شباب بربريك عشان تشوف الواتش شوتات شباب السكين والله شباب يعني ما ماني متعود ابدا ابدا العب شخصيه بنات بس ولكن رح نحاول يعني الايام الجاي نلعب شخصيه بنات اوكي حبايبي ايه 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 معلم ايه ايه معلم طول بالك طول بالك طبعا يعني ايه لا ولا يا وسخ يا وسخ يخرب بيت سنتو عيب عيب مش معلق اضرب هيك بنت يا عيب شوم بس انا شي ما يفهمونه شباب فهموني انتوا بربكم ليش الجاكيت اللي تحت يعني الروب ما بيحترق يعني هذا الشيء ما يفهمه يعني الصراحه انت مانو هلو برو هلو هلو حبيبي هلو كيفك كيف ان شاء الله بخير ان شاء الله كيف تمام بس يعني
كريستيانو يا زلمة كريستيانو 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 قتلني وي تعالوا تعال 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 ايه معلم هاي بنت هاي بنت هاي بنت يا زلمة شو عم بيصير اوكي اوكي طول بالك معلم ابوس روحك اهرب عليكم شوي نهرب شوي يا اخي هدول شباب ما هدول يا زلمة حميان يا زلمة يخرب بيت زنتون شبابهم كلهم دبل فيكتور يا الله كلهم دبل فيكتور شباب شو عم يصير هون دخيل الله وي معلم حجي روح اوبا ابلع ولا لا حول ولا قوة الا بالله هذا معلم شوف شوف معلم شوف 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 الحيوان يخرب بيته شباب دبل فيكتور انت تدري اقسم بالله شباب يعني وابا با 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 لك يخرب شباب دبل فيكتور يا الله دبل فيكتور بتدرب شباب عيب عليك يا زلمة انت ما دبل فيكتور كلهم شايلين دبل فيكتور شباب يلا صدقني تعال هذا انت واحد دبل فيكتور واحد دبل اثنين واحد دبل اثنين دبل فيكتور اثنين ثلاثة دبل فيكتور هناك هذاك أربعة هي شو صاير هون شباب شو القصة هون يا شباب شباب والله انا بعرف يعني دبل فيكتور ما يلزم تدخل يعني بالتدريب ومشان يعني ايه تعال نشوف تعرفوا شباب بما انه هيك الوضع شباب بدي اجيب دبل ها يلا تعالوا هذول عصبوا يلا ها تعالوا بما انه الوضع صار كله دبل فيكتور مع دبل فيكتور معلم انا جايكم طولوا بالكم جايكم انا جايكم طول لي بالك معلم ها هات اشوف اوكي يلا تعال روح روح تعالوا اتمنوا اتمنوا تعالوا شوي شوي خليك 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 تعال ها هات شوف فيكتور شايف فيكتور شوف 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 يا سيدي ابلع ابلع لا خليك ابلع 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 يلا 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 تعالوا 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 تعال. راح افرجيكم مين ملك راح افرجيكم مين 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 اسطوره الدبل فيكتور تعالوا لا تعال تعال فيكتور يا الله ما بخلص لا ها يلا تعالوا لي تعالوا لي تعالوا لي تعالوا لي تعالوا تعالوا يلا تعال تعال يا نوب تعال تعال ها انت انت انت, 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 انت. يلا روح 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 يلا يلا دبل فيكتور انا كمان معلم بلعب 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 دبل فيكتور كمان مو بس انتم تعالوا لي خرب بيت سنتم هلا حبيبي هلا 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 بالجميل هلا بالجميل هلا بالاسطوره دبل فيكتور مرة تانية بدي اقتل هذا وبعدين خلص لانه ها حط دبل فيكتور على دبل فيكتور معلم وينه معلم تعال 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 شو شو حشيشي حشيشي يلا هرب عليكم ما يموت يا الله ما يموت لك شو القصة ما يموت يا شباب ما يموت ما بده يموت يا الله ما بده يموت تعال تعال فيسيس يا الله فيسيس تبلو دكتور شباب بدي اطلع والله خلاص شباب هذول راح يجيبوا لي جلطه هذول راح يجيبوا لي جلطه شباب من 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 على السحور صدقوني امر غريب عجيب اقسم بالله شباب اوكي حبايبي الكرام هيك بكون انتهى المقطع تعالنا اليوم يا اسطى ان شاء الله عجبكم المقطع يا حلوين طبعا شباب بالنسبه للسكين شباب بالنسبه للشخصيه البيانات يعني انا اقيمه 5 على 5 اعطونا رايكم بالتعليقات حبايبنا الكرام ان عجبكم المقطع لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات والكل الاشياء الحلوه حبايبي الكرام بشوفكم على خير بشوفكم فيديو جديد يا اسطى كان معكم عليكم الى اللقاء